فريق كواد بايك إيفازيون في نمو مستمر، وعلينا إيجاد الطريقة الأمثل لمواصلة ذلك. تملك كواد بايك إيفازيون وكالة بيع في منطقة كونياك جنوب غربي فرنسا. وجد رومان لوكمان فرصة للجمع بين العمل والترفيه. نحن قادمون من راليات المسارات المتنوعة أو التي تي، والتي تعتبر نسخة قصيرة من الراليات الصحراوية. الأفضلية الكبيرة مردها إلى المرونة الكبيرة لمركبتنا، والتي يمكننا تعديلها كما نريد. نحن معجبون حقاً بالراليات الصحراوية. هناك شعور عائلي، ذلك ما يجعل من الفريق جذابا. نحاول الإبقاء على هذا، لكنها مهمة تزداد صعوبة كل يوم. يتوقع عملاؤنا النتائج جيدة ومستوى معين من الأداء. تباع مافريك اكس ار اس عادة للعامة كمركبة ترفيهية. إنها أشبه بلعبة، لكن يمكن تعديلها للتماشي مع المنافسات. الهدف هو الحفاظ على الشكل المصنعي نفسه من أجل الترويج للمركبة التي نبيعها. بعد ساعات طويلة في ورشة العمل، حان الوقت أخيرا لإطلاق تي 3 كانام مافريك اكس ار اس في صحاري المملكة العربية السعودية. هناك على الدوام تعديلات في هذا اليوم الهام، أمور لم نلحظها. تنظر إلى السيارات الأخرى وتقول كيف نسينا ذلك؟ سنرى كيف ستسير الأمور وسنعدل أهدافنا وفقاً لنتائجنا. إن بدأنا بالتوتر فسنخسر متعة المشاركة ولن يكون من السهل اكتساب الخبرة. لن نستبق الأمور، ليس هناك ضغط لتحقيق نتائج معينة. أعلم أنه بوسعي الثقة بقيادته، لكن هذه هي رياضة المحركات وكل شيء وارد الحدوث. كانت المشاركة في داكار تبدو بعيدة المنال، وهذا مثير للحماس حقا. نحن نسير قدما ونقوم بكل ما بوسعنا لضمان سير العمل. نأمل أن نسر في نهاية المطاف.